بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الوزراء محترمون، السيدات والسادة النواب محترمون، يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين، الأولى تخصص للدراسة والتصويت على 3 مقترحات قوانين، والثانية تخصص للدراسة والتصويت على المشاريع القوانين الجاهزة. الجلسة الأولى وجدول أعمالها يتمثل في مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 163071 الصادر في 25 جماد الأخيرة 1383 13 نوفمبر 1963 بشأن إلزامية التعليم الأساسي. ثانيا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9971 يتعلق بالفنان. ثالثا مقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 812 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. الجلسة الثانية وجدول أعمالها يتكون من مشروع قانون رقم 51/15 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس. مشروع قانون تنظيمي رقم 113 يتعلق بالسلطة القضائية في قراءة ثانية له. مشروع قانون تنظيمي رقم 113 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في قراءة ثانية له. مشروع قانون إطار رقم 9913 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. مشروع قانون رقم 2514 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية. مشروع قانون رقم 4313 يتعلق بمزاولة مهن التمريض. مشروع قانون رقم 4413 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة. مشروع قانون رقم 4513 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. مشروع قانون رقم 4515 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 0100 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 100199 بتاريخ 15 من صفر 1421 19 مايو 2000 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 175398 الصادر في 10 شوال 1395 16 أكتوبر 1975 المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة في قراءة ثانية له. مشروع قانون رقم 7014 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. بداية أعطي الكلمة للسيدة الأمينة لتلاوة ما ورد في على الرئاسة من مراسلات فلتتفضل مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. توصل مكتب المجلس بمشروع قانون رقم 0516 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 18 من صفر 1437 30 نوفمبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر تحدي الألفية وملحقاته. ومن المجلس الدستوري توصل المكتب بقرار رقم 985/16 يصرح بإثبات تجريد السيد محمد كريم المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي إقليم آسفي من صفة عضو بهذا المجلس وبشغور المقعد الذي يشغله. تم دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيدة الأمينة. الآن نمر إلى الجلسة الأولى لدراسة مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 163071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 13 نوفمبر 1963 بشأن إلزامية التعليم الأساسي. كلمة لأحد واضعي المقترح القانون بقي ما التحقوش بالقاعة الإخوان الفريق الاتحاد الدستوري. نوب يلا تفضل. سي بورقيو انت اللي غتقاس. سي بورقيو انت اللي غتقدم مقترح القانون ديال الالزاميه. وفين هو؟ رحنا واقفين. كيفاش دوز الحاجه اخرى؟ هذا راه جدول اعمال مرتب.
تعديل القانون رقم 80/12 المتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. كلمة لأحد وضعي المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدة الوزراء، السادة والسيدات النواب البرلمانيين. يعد مجال الإشهاد وتدبير المعادلات الخاصة بالشواهد الجامعية من المجالات التي تقتضي توفير جهاز فعال ودقيق يمكن في نفس الوقت من معالجة تلك الطلبات بشكل يحدد القيمة الحقيقية للشواهد والدبلومات المعنية، ويمكن من جهة أخرى معالجة الملفات والطلبات في أجال زمنية معقولة. لذلك فإن مقترح القانون يهدف إلى إدخال تعديل على القانون رقم 80/12 المتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في اتجاه توسيع صلاحياتها لتشمل كذلك مهمة دراسة الملفات المعروضة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بغرض الحصول على اعترافها بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختم بها الدراسات العليا، والذي يخول لحاملها نفس الحقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية التي تمت معادلته بها. وبما أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تختص وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختم بها الدراسات العليا، فإن الوكالة تتكلف فقط وفقا للتعديل المقترح بإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها، لتعوض بالتالي اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 213-165 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1435 19 فبراير 2014 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادة التعليم العالي في أدوارها المتمثلة أساسا في مقاربة البرامج والمناهج التعليمية ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني، التأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول به بالبلد مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني، التأكد من مدى ملائمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في تفاصيل الضوابط البيداغوجية الوطنية، أيضا مقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة مع ما هو به في هذه المجال على الصعيد الوطني. وبعد دراسة الملفات المعروضة تقترح الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة ما يلي: إما معادلتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قبل منها، وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط التي تحددها الوكالة، وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير، وفي هذه الحالة يجب أن يكون رفض معللا. إذن هذه مضامين مقترح فريق العدالة والتنمية بخصوص تعديل المادة 3 أساسا بإضافة مهمة أخرى للوكالة وهي دراسة وتقييم ملفات طلبات المعادلة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. المادة 3 متضمنة لمقترح القانون ورد بشأنها تعديل من الفريق الاشتراكي. الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. التعديل ديالنا المقترح للمادة 3 لهذا المقترح القانون 1280 يقتضي تحديد مهمة الوكالة ليس في الدراسة والتقييم بل فقط في إبداء الرأي في المعادلات. لماذا؟ من أجل ترشيد أداء المؤسسات وتحقيق الحكامة الوظيفية وتفادي الازدواجية وتداخل المهام.
شكرا السيدة الرئيسة. الكلمة للحكومة، الحكومة عندكم شي نعم تعديل؟ لا التعديل السيدة الوزيرة عندك تعديل ولا ما عندكش؟ ما عندهاش تعديل. شكرا السيد الرئيس، السيدات النائبات، السادة النواب. أولا نشكر الفريق الذي تقدم بهذا المقترح، ونشكر اللجنة على تفاعلها ومناقشتها لهذا المقترح اللي في الحقيقة سيروم بالنسبة للتعديل، يرمي تعديل أحكام القانون رقم 812 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. لا شك أن من شأن هذه المقترحات أن تساهم في تجويد هذا النص، ولكن بالنسبة للفريق الاشتراكي التعديل الذي توصلنا به لم يتم تقديمه في اللجنة، لم يقدم في اللجنة، وداخل اللجنة كان هناك نقاش حول هذه المادة الثالثة، وخرجنا بصيغة توافقية، يعني أن التعديل الذي تم تقديمه اليوم في مقترح قانون هو تعديل كما قدمته اللجنة، وفيه صيغة القيام بأعمال الخبرة لملفات طلبات معادلات شهادة التعليم العالي. وانا اعتقد في الحكومه ان وفي وزاره التعليم العالي ان هذه الصيغه هي اكثر دقه لكي لا يقع التعارض ما بين وظيفه التعليم العالي في مجال المعادلات وما بين الوكاله، فاذا الصيغه التي تمت المصادقه عليها داخل اللجنه هي القيام باعمال الخبره لملفات طلبات معادله شهادات التعليم العالي، ونرى بان هذه الصيغه هي الانسب والادق، وبالتالي لا يمكننا ان نقبل مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق المحترم. كلمة بلاتي كلمة لأحد معارضي هذا التعديل، لا أحد مؤيدي التعديل، تفضل السيدة الرئيسة. سيد شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، احنا على وعي تام بأن هذا التعديل لم يتم تقديمه داخل اللجنة، ولا بد من الإشارة والتسجيل في المحضر بأننا حرمنا من هذا الحق. لماذا؟ لأنه وقع تجاوز للمنهجية وللمسطرة المتبعة في تقديم المقترحات. فوجئنا أثناء مناقشة التعديل في اللجنة بتقديم استدراك، وتساءلنا بموضوعية هل يمكن استدراك المقترح وتقديم مقترح ثالث على مادة لم يقم تقديمها في جلسة عامة داخل اللجنة، ولم يتم تقديمها في صيغة مقترح. ولهذا احنا قدمنا احتجاج على المنهجية، على خرق المسطرة، وانسحبنا فعلا، ولكن تشبتنا بحقنا في طرح هذا التعديل في هذه الجلسة الموقرة لينال حقه من التصويت ولو بالرفض. إذا احنا كنا نتمنى في إطار مراجعة الوكالة وقانون 0100 أن تتم المراجعة الشمولية، وأن لا تلجأ الحكومة والوزارة الوصية إلى تجزيء الإصلاح. لماذا؟ لأننا في لحظة مؤسسة، لحظة الدستور 2011 الذي يسمح ويوفر للحكومة الشروط الكافية لمراجعة قانون 0100 في شموليته وليس في الوكالة فقط، وشكرا. شكرا السيدة النائبة. فعلا السيدة النائبة نقطة نظام، تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. فقط من أجل توضيح موقفنا فيما يتعلق بهذا النص القانوني الذي أثار إشكالا في داخل اللجنة، هو أن الحكومة قدمت في المرحلة الأولى مادة واحدة، الفرق الأغلبية قدمت مقترحا واحد المادة 3، ومن بعد تمت المناقشة يوم 21 أكتوبر، وتم استدراك إضافة مادة ثانية يوم 29، وقمنا آخر اجتماع للجنة قدمنا احتجاج مع فرق الأغلبية من المعارضة، وقلنا بأن هذا يخرق القانون، وإذن لا يجب تصويت على المادة 29. ماذا كان رد الأغلبية؟ كان رد الأغلبية هو أنها تتوفر على أغلبية مطلقة، وهي ويجب أن نذهب إلى التصويت إلى حد إلى أكبر حد. قلنا لهم بأن الديمقراطية جاءت لكي تحافظ على حقوق الأقليات وليس على حقوق الأغلبية. ماذا كانت إجابتهم؟ بأنهم قد عانوا في المراحل السابقة واليوم
أنهم يحتكمون إلى سلطة الأغلبية. اليوم نحن نحتكم إلى حكمة التشريع، إلى التوافق الإيجابي، نحتكم إلى المصلحة العليا للبلد. هذا هو سلاحنا، هذا هو هدفنا، هذا هو سياستنا، وسنتفاعل مع هذا القانون، ولكن نتأسف إلى الظروف وإلى السياق الذي جرت به التصويت يوم الجلسة العامة. للتذكير، انسحبت فرق المعارضة كما انسحبت في مقترح قانون سابق في نفس الموضوع في نفس اللجنة، وهذا يطالبون ويسائلون جميعا بتوفير الظروف من أجل توافق إيجابي، من أجل الرفع من جودة النصوص، من أجل احترام حقوق الأقلية، لأن هذا مكتسب للمغاربة جمعاء وليس لفريق على حساب فريق الفرق الأخرى. وشكرا. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، حقا ما غاديش نستغرب، لأن هذا النقاش كان في اللجنة، مازال ما وصل وقته، راه مازال ما وصل وقته، حيت التعديلات كاينة على المادة 3 والمادة 8. المادة 3 ما حول حتى شي مشكل، هي هذه اللي كنناقشوا. بلاتي على الأخت رشيدة، بلاتي دابا هذا النقاش ما عندوش الأساس ديالو، باقي ما جا. حنا كأغلبية تقدمنا بتعديل على المادة 3، بعد ذلك بان بأنه هذا التعديل 3 غير كافي على المادة 3، تقدمنا باستدراك على المادة 8 اللي باقا ما كايناش دابا الآن. شنو الذي وقع؟ هو أنه المكتب ديال اللجنة بالأعضاء اللي عندهم وافقوا بجميع المكونات ديال اللجنة وديال المجلس، قال لك اودي جينا غير مكتوب، جاء مكتوب. بعد ذلك وقع التفاعل، حنا سحبنا، حنا ما جبناش كاع نهائيا المادة 8. إذا هذا النقاش ما عندوش أساس. ثانيا، حنا ما يمكنناش كأغلبية أن نضطهدوا الأقل، ما يمكنش، لأنه المعارضة هي مؤسسة طبقا للدستور، لا الفصل 10 ولا الفصل 62 ولا غيره من الفصول راه كيهضر المعارضة. حنا ما يمكنناش نهائيا، وما عمرنا استعملناها، ويلي طمعين سي سمير ما عمرنا غنستعملوا الأغلبية العددية في هذا الأمر. حنا كنناقشوا في إطار القانون، شي حاجة كيسمح لنا بها القانون غادي نديروها، ما كيسمحناش بها القانون ما غاديش نديروها. ولذلك السيد الرئيس، انا كنقول المقترح الذي بين ايدينا هو على الماده الثالثه، والمقترح ديال الاتحاد الاشتراكي هو مضمن في الصيغه التوافقيه اللي صادقت عليها اللجنه، كنت كنتظر ان يتم سحب هذا التعديل. ومنين تجي الماده 8 نذكروا عليها. ولذلك التعديل اليوم الذي بين ايدينا، اذا بغينا نحترموا المسطره ما نخرجوش بهذه نقاط النظام، كاين مقترح تقدم، قالت الحكومه الراي ديالها، كاين تعديل عليه، مؤيد معارض، وغادي ندوزو. وهذا النقاش انا اظن ان حتى المكتب، حنا نحن رضخنا لقرار ديال المكتب المجلس اللي قالنا بان ديك مسطره الاستدراك غير قانونيه، ما كتنسجمش مع النظام الداخلي. وحنا منين خضعنا لهذا الموقف وهذا الراي وهذا القرار ديال المكتب، هذا النقاش تسالى، وبالنسبه الينا يجب ان يقف. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس. غير فقط للتذكير، السيدات والساده النواب اللي ما طلعوش على هذا الاشكال، كان تم تقديم مقترح قانون من طرف فريق العداله والتنميه لتعديل الماده 3، لكن خلال المناقشه تم اضافه ماده 8 استدراك في اطار استدراك، وكان وقع النقاش داخل اللجنه وانسحاب فرق المعارضه، وعرض الامر على المكتب، والمكتب حل هذا الاشكال، اتخذ قرار بان الماده 8 لم تستوفي الشروط المسطريه التي يسمح بها القانون وسحبها من النقاش، واحتفظنا بالماده 3، وهذا اللي تعطى الحق للمسطره ماشي لشي واحد، تعطى الحق للمسطره التشريعيه. الان السيده النائبه قدمت تعديل، من حقها السيد الوزيره باش تقدم تعديل في المسطره، الدستور كيسمح لها باش تقدم التعديل في اي مرحله من مراحل التشريع حتى النهايه ديالو، شريطه
ألا تعترض الحكومة على هذا التعديل. هذا هو الإطار. النقطة اللي كيتكلم عليها الأستاذ السي سمير بالفقيه، هذه المسألة هذه شي واحد اللي غادي يتم يقدم أو يحتج بأغلبية أو بأقلية، كنظن الدستور والمساطر التشريعية تحمي حقوق جميع السيدات والسادة النواب. وأشكره بالمناسبة لا السيدة الرئيسة ولا السي سمير بالفقيه على انخراطهم باش يدوز هذا المشروع. بطبيعة الحال زولنا المادة 8، زولناها من المحضر، اعتبرنا أنه ما كاينش فيها نقاش داخل هذا، مع إعطاء الحق للحكومة إذا رغبت في ذلك أن تقدم تعديلا المادة 8 أو غيرها من المواد، فهذا كذلك حقها وكيتسمح به المسطرات التشريعية. باش نفضيو هذا النقاش نحسمو ونتقدمو إلى سمحتو. إذا السيدة الوزيرة هاد يعني التعديل، السيدة الرئيسة، لا السيدة الرئيسة إذا سمحتي دابا حنا بغينا نتقدمو إلى غادي نعاودو. تفضل السيدة الرئيسة. شي المادة غير توضيح بالنسبة لهذا النقاش كان في اللجنة. نعم. وقبضنا الوقت الكافي للنقاش فيه. وأعضاء المكتب راه يعني يمثلوا جميع الفرق النيابية، ما عمر تمارس ضد أي كان يعني شي حاجة اللي ضد حقوق ديالو. حنا في اللجنة عندنا سواسية فرق والنواب والنائبات ديال المعارضة وديال الأغلبية، عندهم نفس الحقوق. وفي اللجنة يعني كتتميز بأنه كيكون نقاش، كنعطوا الوقت الكافي، وكان حاولوا نمشوا دائما للتوافق. هذا هو اللي كان للتوضيح، وشكرا. إلا سمحتي يا سي سمير، إلا سمحتي غادي ندخلوا في هاد الدوامة ديال، وإذا بلاتي إلا سمحتي راه الأخت رشيدة طالبة وهذا وما بغيتش نعطيها كلمة. سي سمير تفضل الأخت رشيدة. سيد الرئيس، بصدق لو لم تأتي سيدة الوزيرة على ذكري أن هذا التعديل لم يقع تقديمه في الجلسة في أثناء أشغال اللجنة ما كنت لأثير هذا الموضوع. لماذا؟ لأن أشكرك بحرارة سيد الرئيس على أن المكتب احتكم للمسطرة وللمنهجية وللمعقول في الأداء النيابي. للمعقول جمولة. ولم يكن تماما ولم يناصر فئتين على حساب فئة. ونحن بالصدق كذلك، نحن بغيرة على الأداء النيابي وعلى جودة التشريع قمنا بإثارة هذا الموضوع، ونحن كنا نؤمن وما نزال بأن الحق إلى جانبنا، ولو لم يكن الحق إلى جانبنا لما قام المكتب بإقرار هذه المسطرة وفصل المادة 8 عن فصل المادة 3. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. ونحن نثير هذه القضايا هذه من أجل تجاوزها مستقبلا. وكنت أتمنى من السيد رئيس الفريق المحترم أن يحق الحق، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. وانت اكثر الناس حرصا على المسطره وعلى الضوابط القانونيه، وكنت كنتمنى ان تقولنا معنا الحق ونتجاوزوا هذه القضيه بما يخدم المصلحه العليا للتعليم العالي وخدمة الوطن. هو لم يحق الحق بل ازهق الباطل. تفضل الاخت سميره. باعتراف السي عبد الله، نحن وردنا فقط تسجيل موقف، هو ان هذا قضيه التربيه والتكوين لا يجب ان تخضع لاي مزايده. هذا بالعكس، هذا اول قضيه بعد قضيه الوحده الترابيه، ويجب ان تحظى بتوافق. اللي اكيد هو اننا كنا اصحاب حق في اثاره هذا الموضوع داخل اللجنه، وانصفنا مكتب المجلس، وتم خرق القانون في لحظه التصويت على ماده لم يتم مناقشتها في المناقشه التفصيليه، ومع ذلك تجاوبنا من اجل هذا الموضوع. هذا ما اريد، ما اردنا. نحن اصحاب حق، تم خرق القانون، تم انصافنا، ومع ذلك انخرطنا من اجل السير الى الامام. السي عبد الله، هادشي اللي كاين. شكرا جزيلا. شكرا سيد نائب. اعرض هذا التعديل للتصويت. سي عبد الله بوانو، اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون؟ لا، التعديل ديال الفريق الاشتراكي مضمن في قريتي الصيغه؟ الصيغه، واش نقرا لك الصيغه النهائيه؟ الصيغه التي صادقت عليها اللجنه.
المهم راه تم تضمينها الاخت رشيده، انا قريته تم تضمين ها تسحبون هذا التعديل. اذا شكرا السيد الرئيس. اذا اعرض الماده 3 لمقترح القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنه. اجماع اجماع. عندك تعديل السيده الوزيره؟ تفضل قدم التعديل ديالك. تفضل. شكرا السيد الرئيس. فقط عندنا تعديل على الماده 8 من نفس القانون 8/12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وبالنسبة لهذا التعديل هو تعديل في حقه تعديل بسيط من أجل الملائمة، ففي كل القوانين المعمول بها المحدثة للمؤسسات العمومية لابد ويتعين التنصيص في هذه المادة على عضوية ممثلي الدولة ومن بينهم السلطة المكلفة بالمالية، فيلاحظ أنه سقطت هذه أثناء النص الأصلي، وبالتالي فلابد من تعديل هذه المادة 8 لكي يصبح تصبح كالتالي: يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من الباقي بدون تعيين بدون تعديل. أعيد، ممثلي الدولة، ممثلي الدولة الإدارة. والمقصود بها هو أن يكون هناك ممثلين عن سلطة المالية، لأنه لا يعقل أن وزارة المالية غير ممثلة بهذه التشكيلة اليوم، وزارة المالية غير ممثلة في المجلس الإداري للوكالة. فهذا تعديل من أجل الملائمة مع باقي القوانين المعمول بها في إحداث المؤسسات العمومية. وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة. هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ لا أحد. مؤيد للتعديل؟ لا أحد. أعرض التعديل للتصويت. الموافقون؟ إجماع. أعرض مقترح القانون برمته للتصويت المكون من مادة 3 والمادة 8 بعد إدخال التعديل كما عدله المجلس للتصويت. الموافقون؟ إجماع. صدق مجلس النواب على مقترح قانون لتعديل القانون رقم 8/12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة على انخراطهم في هذا المشروع. مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 163/071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 13 نوفمبر 1963 بشأن إلزامية التعليم الأساسي. الكلمة لأحد واضعي المقترح القانون. تفضل سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدة السادة النواب المحترمين. مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الدستوري يتمم الظاهر الشريف رقم 163/071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 الموافق 13 نوفمبر 1963 بشأن إلزامية التعليم الأساسي. يهدف هذا المقترح إلى إبراز الحق القانوني والتنصيص عليه لضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس كحق متصل بتأهيلهم للاندماج في الحياة العامة. ومعلوم أن بلادنا عبرت عن التزامها بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية بتاريخ 30 مارس 2007 والمصادقة عليها في 8 أبريل 2009 في أعقاب قرار جلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 نوفمبر 2008 بمناسبة ذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك تقرير خياراتهم من أنفسهم واستقلاليتهم وعدم التمييز وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية وتكافؤ الفرص وإمكانية الولوج والمساواة بين الرجل والمرأة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وقد سعت بلادنا إلى التكيف مع التزاماتها بهذا الخصوص، وهكذا نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقية الدولية كما صادق عليها المغرب
على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها ومكافحة كل أشكال التمييز في هذه الحقوق ومن بينها الإعاقة. كما سعت منظومتنا التربوية بدورها إلى التكيف مع هذه الحقوق، حيث نصت دعامة 14 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة العناية بتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين وبحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أحدثت المذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 143 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2009 نقلة نوعية في تعاطيها مع موضوع الإعاقة، إذ تمحورت حول تمدرس أطفال في وضعية إعاقة استناداً على البرنامج الاستعجالي، وقد نصت على تسهيل ولوج هؤلاء إلى التربية والتعليم وتوفير الأطر التربوية المتخصصة وافتتاح أقسام الدمج وغيرها من التدابير، إلى أن عدم إبراز هذا الحق والتنصيص عليه في قانون إلزامي للتعليم الأساسي يجعل هذا الحق قابلاً للتفاوض مع كل بداية موسم دراسي ما بين مسؤول وزارة التربية الوطنية والآباء أو الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة. وقد يحتاج منا عدة تدخلات فقط لتسجيل تلميذ حامل لإعاقة ما، بل وقد يخضع إلى نوع من المقاربة الإحسانية التي تنأى أن تكون امتثالاً لالتزامات بلادنا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة. وهكذا لازلنا نفتقر إلى بنيات مدرسية دامجة لهؤلاء وإلى أطر تربوية متخصصة وإلى أقسام بمواصفة تتلائم وطبيعة الإعاقة وإلى ولوجيات ميسرة، بل ونفتقر إلى مناهج تتلائم والقدرات العقلية والدينية لبعض أصناف الإعاقة، وكل ذلك لأجل الحصول على تعليم عصري ميسر للولوج وذي جودة. ولذلك جاء هذا المقترح لإبراز الحق القانوني لتمدرس هذه الفئات وتمديد سنوات التعليم الأساسي إلى سنتين إضافيتين كي تتلائم أكثر وبعض الإعاقات المرتبطة بالتأخر العقلي وغيرها، مع اعتبار هذا المقترح مجرد خطوة لإعادة النظر في تشريعاتنا المرتبطة بالإعاقة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه الفئة وتمكينهم من ولوج البيئة المادية المحيطة بهم من تعليم ونقل ومن المرافق والخدمات العامة وغيرها من خدمات دعم المجتمعية. سيدات والسادة النواب المحترمين، السادة الوزراء، مقترح القانون مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الدستوري جاء في المادة الأولى بإضافة في الفصل الأول التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات، إضافة فقرة مع ضمان هذا الحق للأطفال الذين هم في وضعية إعاقة. وفي الفقرة الثانية يعني تم تمديد والأولياء إلى غاية بلوغهم تمام 15 من عمرهم وإلى 17 بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة. وشكرا السيد رئيس. شكرا سيد النائب محترم سيد رئيس وزيع التقرير. أعرضه لتصويت المادة الأولى المكونة لمقترح القانون كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون؟ إجماع. إجماع. صدق مجلس النواب على مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 163/71 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 13 نوفمبر 1963 بشأن إلزامية التعليم الأساسي، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99/71 يتعلق بالفنان. الكلمة لأحد واضعي المقترح فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية البرلمانية كي أقوم بتقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99/71، والذي استقر رأي اللجنة على أن يكون اسمه قانون الفنان والمهن الفنية، بحيث عرف هذا القانون تغييراً شاملا في الشكل والمضمون. قبل أن أخوض في هذا القانون أود أن أشكر زملاء الفنانين الحاضرين بين ظهرانينا وبعض النقابات الفنية. أشكر السيدات النائبات السادة النواب على هذه اللحظة التاريخية التي نقدم فيها هذا القانون على أنظار مجلسنا الموقر.
قبل أن أشرع أيضا في الخوض في هذا القانون، أود أن أستحضر أيضا اسما فنيا كان حاضرا معنا منذ البداية في مشاورات هذا القانون، وكان حلمه أن يكون هذا القطاع ممهننا وقطاعا تحترم فيه كرامة الفنان المغربي في علاقته الشغلية، وهو المرحوم محمد بسطاوي الذي بدأ معنا هذه المشاورات منذ البداية ولم يكتب له أن يحضر معنا في هذا اللقاء. أيضا أستحضر أسماء الفنية التي رحلت في هذه الولاية الشرعية: محمد مجد رحمه الله، مصطفى سلامات، عزيز العلوي، لبنى الفاسكي، زينب السمايكي، طيب العلج، محمد بن إبراهيم، فاطمة بن مزيان رحمهم الله وتغمدهم بفسيح جن. لا، هذا هو الأخير. وأخيرا نهدي هذا القانون إلى روح أسد المسرح المغربي والركيزة الأساسية للثقافة المغربية، ألا هو المرحوم طيب صديقي. قطع هذا القانون مراحل إلى ما أقول طويلة جدا منذ دخولنا إلى هذه القبة التشريعية في 2012، حيث بدأ جس النبض وبدأ الوقوف على أهم الإكراهات التي يعيش هذا القطاع. في سنة 2013 قمنا بلقاء، بتنظيم لقاء دراسي حول تطوير المنظومة القانونية للفنان، حيث حضر عدد كبير من الخبراء والباحثين والفنانين والهيئات الفنية والنقابات، وأعطت الاقتراحات ديالها وأعطت التشخيص ديالها لهذه المشاكل. هذا اللقاء خرجناه في كتاب فيه مجموعة من التوصيات، لا في المجال الرقابي ولا في المجال التشريعي. يأتي مقترح هذا القانون ارتكازا على أحكام الدستور 2011 الذي يقر ويضمن ولا سيما في الفصول 5 و 25 و 26 و 31 و 33 الذي يؤكد على التعدد الثقافي واللغوي وحرية الفكر والإبداع والدعم العمومي للثقافة والفن والحقوق الثقافية للجميع وتوسيع مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالات الرأسمال اللامادي للمغرب، وكأحد الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي والإشعاع الثقافي لبلادنا، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن ولهياكل الإنتاج الفني وبنيات الإبداع الفني وتداوله وتدوينه والاستثمار فيه باعتباره جزءا لا يتجزأ من المقدسات الحضارية والثقافية لبلادنا. سيد الرئيس، سيد النواب، سيد الوزير المحترم، وعيا بالأدوار التي يلعبها المبدعون والفنانون المغاربة على اختلاف مشاربهم وتعبيراتهم للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم، وسعيا إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعيا وتنظيميا لتمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وسعيا إلى تشجيع مؤسسات الإنتاج والتوزيع الثقافي والفني وترسيخ تقاليد حديثة لتداول المنتوج الثقافي والفني مواكبة للتحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا. لذلك السيد الرئيس، فإن هذا القانون ينبني على المبادئ التالية: أولا، نبل المهام المجتمعية الأساسية للفنان وأهمية الأدوار التي يلعبها أو يطلع بها في إغناء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية وفي تطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة. ثانيا، المساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. ثالثا،
الانخراط الكبير للنساء ورجال الثقافة والفنون في تعزيز الحقوق الثقافية وترسيخ التنوع الثقافي وإبراز الثقافة المغربية كنموذج دولي متميز في هذا العالم. لذلك السيد الرئيس المحترم، فإن هذا القانون يعمل على توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين من خلال تقنين آليات الاشتغال والتنصيص على وسائل الدعم وبنيات الاستقبال والتكوين والحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لمجهودهم لضمان عيشهم بكرامة، وكذلك لضمان حرية الإبداع الفني بكل تجلياته وتأمين الاستقلالية التامة للفنانين والفنانات لإنجاز إبداعاتهم طبقا للمقتضيات الدستورية والتشريعات الضامنة للحريات الفردية والجماعية لجميع المغاربة، ثم أيضا ضمان حق التأسيس أو الانخراط في الهيئات المهنية للفنانين والاعتراف بها من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق آلية التفاوض الجماعي، كذلك تشجيع العمل والاستثمار بالمجال الفني بالنسبة للفنانين، لا من حيث تلاؤم قانون الفنان مع قانون الشغل أو من حيث اعتمادهم على المقاولات الذاتية. طبعا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد أيضا بالقانون رقم 99/71 اللي اشتغلنا عليه اللي جاء في سنة 2003 وكان اللبنة الأساسية لهذا القانون في إطار التراكم التشريعي. إذن أهم ما جاء بهذا القانون وطبعا في الدباجة نص على ضرورة الاهتمام بالرواد نظرا لقيمتهم الاعتبارية، كذلك فقد حدد التعريفات التي تحدد الوضعيات القانونية لعمل الفنان كالفنان المهني، فنان الأداء، وفنان المؤلف. كذلك فإنه لأول مرة نص التعريف أو اعتمد هذا التعريف على الاعتبار الأكاديمي العلمي في التعريف بالفنان المهني، وذلك من أجل الجودة في الإنتاج. لأول مرة طبعا ينص هذا المقترح على البطاقة المهنية بنسبة 60% من ذوي لحاملي البطاقة المهنية، وخلينا 40% للطاقات الشابة والهواة، وكذلك خلينا واحد الاستثناء لبعض الأعمال اللي عندها طبعا ضرورة فنية تقتضي عدم اعتماد هذه البطائق، طبعا ستصدر فيما بعد في نص تنظيمي. ثم أيضا حددنا التنظيم ديال المؤسسات الفنية والعقد الفني. العقد الفني اللي نصينا أيضا أنه خصو يكون عقد نموذجي تصدره وزارة الثقافة ووزارة الاتصال، وهذا العقد النموذجي سيكون بمثابة ثورة في مجال الشغل الفني في المغرب، بحيث سيضمن الحد الأدنى للأجور عند الفن، ظروف العمل ديالهم، وضمان الحقوق ديالهم أيضا. الأجر الفني أيضا نصينا على أن ضرورة ضمان استيفاء الأجر بموازاة مع تنفيذ الإنتاج. ثم أيضا يمهد هذا القانون لحماية اجتماعية موسعة في هذا القانون عبر نظام الاقتطاعات، مما كيعطينا فرصة مستقبلا عبر النصوص التنظيمية الاتجاه في الاعتماد على النموذج الفرنسي لي زانترميتون دي سبيكتاكل اللي كتخلي الفنان يكون في 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 مطمئن من ناحيه فقدان الشغل، العطال، المرض الى اخره. طبعا مساله اساسيه، وتنص ينص القانون ايضا في احدى ابوابه على وضع الفنان في اطار الدعم العمومي، بحيث شرط مجموعه من الشروط اللي هي مهمه اللي كتضمن للفنان مجموعه من الامتيازات. طبعا الفنان القانون يتحدث ايضا عن الوضعيه ديال الاطفال في المجال الفني، وكيحمي الكرامه ديالهم والخصوصيه ديالهم، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصه. والقانون ايضا في لاول مره يعطي في اطار الانفتاح نفس الحقوق اللي عند الفنان المغربي هي اللي غتكون عند الفنان الاجنبي المقيم، بحيث انه يقدر حتى هو يحصل على البطاقه المهنيه ويكون عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات مع تدريب ديال الفنان الاجنبي لصالح الحمايه الاجتماعيه للفنان المغربي. في الاخير كنشكر اعضاء اللجنه ديال الثقافه واحدا واحدا، اغلبيتهم معارضه، اللي ساهموا في التشريع ديال هذا القانون واعاده الصياغه ديالو بندا بندا، ومر في واحد روح توافقيه رغم بعض الاحيان كيكون النقاش حاد ولكن لصالح الشان العام. كنشكر بصفه اخص وزير الثقافه اللي دار بزاف ديال السياسه
في هذا القانون ودار بزاف ديال 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 المرونه بحيث فعلا اثبت انه وزير تشاركي ويسمع للجميع وغنانا بمجموعه من المقترحات ديالو والملاحظات ايضا وسخر لنا ايضا الخبره القانونيه والتقنيه اللازمه باعتباره رئيسا للقطاع. وغادي نختم ايضا خصني نشكر النقابات والهيئات الفنيه لانهم ساهموا حتى هما واحد المساهمه فعاله في هذا القانون وساندوا هذا القانون من بدايته الى نهايته. غنختم بالايه الكريمه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. شكرا. شكرا السيد النائب. للفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه. إلى بغيتو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين. لي شرف عظيم أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية لمناقشة مقترح قانون يهم فئة تحظى بتقدير خاص من طرف جميع المغاربة. مهم جدا في تقديرنا المتواضع أن نشرع للثقافة والفنون في زحمة التشريع لقضايا تهم قطاعات أخرى دفعت بالاهتمام بالثقافة والفن إلى الوراء. في تقديرنا أهمية هذا المقترح أنه يأتي منسجما مع سياق حديث عرف توهجه خلال 15 سنة الأخيرة عبر الاهتمام المتوالي للحكومة السابقة. أهمية القانون أو مقترح القانون تكمن أيضا في أنه يهتم بفئة مهمة. نستغل هذه الفرصة وننتهزها لنوجه لها تحية خاصة وتقدير بالغ جدا للتضحيات الجسيمة التي تبذلها. لا يختلف اثنان، أو كما يقول المثل العربي الشهير، لا يتناطح عنزان في الإقرار بأن الفن له أهمية استثنائية في حياة المجتمعات، وهو كما يقول البعض ضروري للحياة كالماء والهواء على حد سواء، ولكن على أن يكون فعلا فنا راقيا ينتج القيم الفضلى، فن يرتقي بالمجتمع، فن يصعد إليه الجمهور، وليس الفن الذي ينزل إلى الجمهور، ليس فن الهبط والرهط، ليس فن الميوعة، فن ينمي ذوق المجتمع. وهنا أي في تنمية قدرات المجتمع وتنمية ذوق المجتمع يجب أن تكمن القدرات الإبداعية للفنانين. فالابتدال والميوعة في الفن سهلان مريحان غارقان في البساطة، ولكن الإبداع هو الصعب، والصعب في هذا المقام هو الفن. ولهذا فإننا في الفريق الاستقلالي نرى أن لهذا الفن الصعب له تكلفة خاصة، تكلفة مالية. لا بد من الاقتناع بأن المنتوج الفني الجيد يتطلب صناعة جيدة ومهارة خاصة وخبرة ودراية، وكل ذلك يتحقق بضمان التمويل الكافي. تكلفة بشرية، إذ لا بد من موارد بشرية مؤهلة واعية بمسؤوليتها وبجسامة الأدوار التي تلعبها. هذه الموارد البشرية يجب أن تشعر وتنعم بالاستقرار، ولهذا الاستقرار شروط خاصة. ثم هناك تكلفة أكاديمية، إذ لا بد من ضمان بنية متكاملة للصناعة الفنية. لا بد من التكوين، لا بد من التكوين المستمر، لا بد من الدراسة.
معاينة بسيطة لأوضاع الفن حاليا وأوضاع الفنانين تكشف ما يلي: تكاد في كثير من الأحيان أن تتحول هذه المهنة إلى مهنة من لا مهنة له. كل الفاشلين أو مجموعة كبيرة من الفاشلين في الحياة العامة يجدون أبواب الفن مشرعة ويقتحمون المجال. إن الفن الرخيص الآن في إطار المعاينة هو الذي يجد الطريق معبدة وسالكة، بيد أن الفن الملتزم، الفن الواعي، الفن المنتج للقيم يواجه تحديات وصعوبات. في إطار المعاينة أيضا نلاحظ أن المستثمر المغربي متوجس خائف من الإقدام على الاستثمار في القطاع الثقافي والفني، لأنه يدرك مسبقا أن هذا القطاع تكتنفه مخاطر كثيرة جدا، ورأس المال الجبان غير مستعد نهائيا محاولة إقحام مجال تكتنفه العديد من المخاطر. سلطات عمومية تكاد تحتقر الفن والفنانين والثقافة، ولنا أن نستدل مثلا عن قيمة ميزانية وزارة الثقافة في الميزانية العامة للدولة، إذ أنها وفي كثير من الأحيان وقلت هذا الكلام بالوضوح، ميزانية وزارة الثقافة تساوي ميزانية محلبة كبيرة في إحدى الدول الغربية، وفي هذا احتقار للفن، احتقار للثقافة التي نعول عليها لإنتاج هذه القيم التي تحدثنا عنها. فنانون يصارعون من أجل البقاء لافتقاد إلى أبسط شروط الوضعية الاعتبارية اللائقة برجل وامرأة نعول عليهما في إنتاج القيم التي تحدثنا عنها. ولهذا العامل أسباب كثيرة ترتبط بأداء وسائل الإعلام، ترتبط بتراجع دور المدرسة، ترتبط بتراجع دور الأسرة أيضا. ولنا أن نقول أيضا وأن نستدل بأن جهات رسمية وشبه رسمية لا تجد أي حرج في إغداق الأموال الطائلة على الفنانين الأجانب، وحينما يتعلق الأمر بالفنانين المغاربة نجدها تتعامل بخجل بشح كبير وببخل كبير، وفي ذلك احتقار حقيقي وفعلي للفنانين المغاربة. لذلك تفاعلنا إيجابا مع هذا المقترح، مقترح القانون، ونحن نعترف بداية أن هذا المقترح غير كافي للاستجابة للمطالب وللتجاوب مع تطلعات المهنيين وللتجاوب مع الرأي العام الحريص والساعي إلى ضمان منتوج فني يتجاوب مع تطلعاته، يراعي خصوصياته، يستجيب لانتظاراته الكبيرة والعظيمة جدا في أن يتحول هذا الفن إلى خدمة المجتمع. الفنان هو مدرسة متنقلة، الفنانة هي أسرة قائمة بذاتها في إنتاج القيم وفي إنتاج المثل الفضلة التي يجب أن تتربى عليها الأجيال. لذلك نعتبر ونكتفي بإطار واقعية كبيرة جدا بالقول بأن هذا المقترح يمثل الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، لأن هذا القطاع لا زال قطاعا هشا بشكل كبير جدا وتكتنفه العديد من المخاطر. نتفاعل إيجابا مع هذا القانون لأنه مقترح قانون، لأنه شمولي، يتحدث عن الفن وعن المهن الفنية، وهذه مقاربة جيدة وأساسية وإيجابية، لأنه الفنان لا ينتج المنتوج الفني لوحده، يجب أن ننظر إلى الفن كبنية كمشهد يجب أن تتوفر له البنى التحتية كاملة، ويجب أن نضمن شروط الإنتاج الحقيقي لكافة المتدخلين. لذلك أيضا هذه المقاربة تجعلنا ننظر إلى الفن كقطاع اقتصادي، الفن ليس قطاعا منتجا للقيم فقط، بل الفن يجب أن يكون قطاعا اقتصاديا مدرا للدخل، مساهما في إغناء الثروة الوطنية المالية والمادية، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نحيي بحرارة الفنانين، أن نعاضد الفنانين، أن نساند الفنانين، ونقول لهم كبرلمانيين وكفريق استقلالي على الأقل إننا نكاد نقول لهم بأننا في حرج في تعاطينا مع الفنانين، لأننا مهما بذلنا من جهد سنعتبر أن هناك تقصير كبير جدا في حق هذا القطاع، في حق هؤلاء الرجال، في حق هؤلاء النساء
الذين يضحون بالليل والنهار من أجل أن نسعد من أجل من أن نعيش لحظة سعيدة، فلهم كل التحية وكل التقدير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. فريق الشراكي. سيد الرئيس، سيدة وسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، اسمحوا لي في البداية وبعد إذنكم وموافقتكم أن أهدي باسم الفريق الاشتراكي أشغال هذه الجلسة إلى روح عميد المسرح المغربي المرحوم الطيب الصديقي المؤسس والمبدع، وإلى روح الفنانين عمور مبارك والرئيس أمتاج، وأيضا باسم الفريق الاشتراكي أحيي بحرارة الفنانين الحاضرين معنا والغائبين أيضا عن هذه الجلسة. إذن يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99/71 المتعلق بالفنان. ولا بد أن أشير في البداية إلى المنطلقات الموجهة لموقفنا والمؤسسة لمقاربتنا لهذا المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية مشكورة. اعتباراً لهذه الدواعي سأوزع مداخلتي على محورين اثنين، أولهما يتعلق بالمنطلقات المحددة لموقفنا، والمحور الثاني يتعلق بالمقترح في حد ذاته وبالتعديلات التي تقدمنا بها كفريق اشتراكي رغبة منا ومساهمة في تطوير مشروع المقترح وإغناء مضامنه. إن المحددات المؤسسة لتعاملنا مع هذا المقترح تنطلق من مبدأين أساسيين، أولهما المفاهيم والتقويمات الجديدة التي عرفها المجال الفني، وكذا الأدوار المستجدة المنوطة بكل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. فلا يخفى على أحد أهمية تنظيم المقاولة الفنية تقديراً للدور التاريخي والراهن الذي اضطلع ويضطلع به الفنانون المغاربة في محطات حاسمة من تاريخنا الوطني، والذين ناضلوا وما يزالون يناضلون انطلاقاً من موقعهم في ظروف قاسية ضد المستعمر وضد الظلم الاجتماعي، ومن أجل أن ترقى الخدمات الفنية إلى تطلعات وانتظارات الرأي العام الوطني، سواء بالمسرح الهادف أو بالكلمة الشعرية الصادقة أو من خلال القصيدة الغنائية المقاومة، والتي ما زالت بعض ألحانها تعيدنا إلى جو الحماس الوطني والتعبئة النضالية، أو من خلال الأغاني التي تؤكد على الوحدة الترابية لبلادنا والدفاع عن سيادتنا الوطنية. فمن منا لا يتذكر حطيت طبيلة سيدي للمغني محمد فتح التي تتحدث عن نفي المغفور له محمد الخامس، أو أغنية العيون عينية التي ألهمت في حينها وما زالت المغاربة في المسيرة الخضراء. لكن بالرغم من أهمية الدور الطليعي للفن والفنانين من موسيقيين ومسرحيين وتشكيليين وكل المنتسبين إلى أشكال التعبير الفني الحديثة بمختلف تمظهراتها والسمو في إغناء الروح المغربية والرقي بشاعرية الذوق والسمو بالمجال الخلاق من أجل تحصين الذات الجماعية بقيم الفن الراقي
وتأكيد الاعتراف بهذه الخدمة أو هذه المهام النبيلة. الوقت لقد استرشدنا في بهذه، لقد أيضا المنطلق الثاني يتمثل في المقتضيات الدستورية، والتي أكد الدستور من خلال بابه الأول على اعتماد الاختيار الديمقراطي إلى جانب ثوابت المملكة الثلاث، وكذلك فصول دستورية من 25 26 30 31 التي تؤكد على حرية الإبداع وحرية الفكر وإبداء الرأي وحق الولوج إلى التربية الفنية وضرورة دعم السلطات العمومية للمنتوج الفني. إذن هذا المنطلق الدستوري، فضلا عن اتفاقية الدولية في المجال التي صادق عليها المغرب، استرشدنا بكل هذه المعطيات أو بهذه المقتضيات الدستورية أثناء مناقشة هذا المقترح ضمن أشغال اللجنة، وبناء عليه تقدمنا باسم الفريق الاشتراكي ب 43 تعديلا، وذلك بهدف إغناء وتجويد هذا المقترح لكي يرقى إلى مستوى تطلعات كل الفاعلين في المشهد الفني. ولم نكن عند طرح مقترحاتنا وتعديلاتنا لا منحازين ولا سلبيين، بقدر ما كنا نسعى ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة والجدة في الدفع إلى الرقي بالحقل الفني ببلادنا لكي يتبوأ الصدارة التي يستحقها. الوقت يداهمني، لقد تم قبول 39 تعديلا بصيغة توافقية تراعي التعديلات الأخرى المقدمة من طرف باقي الفرق النيابية وكذلك من طرف وزارة الثقافة، كما قمنا بسحب تعديلين اثنين وتشبتنا بتعديل واحد خضع للتصويت. وفي هذا الصدد لا بد من تسجيل بعض الملاحظات المنهجية. الملاحظة الأولى، نسجل إيجابا تجاوب الأغلبية والوزارة مع التعديل الذي قدمناه بخصوص المقترح الذي جاء لتغيير قانون 99-71 بقبول الإحالة على النص الأصلي الأول المتعلق بقانون الفنان والمصادق عليه في سنة 2003. هذه ليست هي الخطوة الأولى، هذه هي الخطوة الثانية، وهذا هو المنعطف الثاني الأساسي والمهم الذي انضاف إلى المنعطف الأول. وكان هذا المقترح في صيغته الأولى ينطلق من عدم، ولهذا ألححنا على ضرورة الإحالة إلى النص الأصلي لأنه شكل منعطفا حاسما وهاما في المجال بهدف ترسيخ ثقافة الاختلاف والحق في الاعتراف الذي يؤسس للتراكم الإيجابي في إطار الاستمرارية وحفظ الذاكرة التشريعية. الملاحظة الثانية، فإنها تقتضي رفعا لأي لبس أن نؤكد على أن هاجسنا وهدفنا من ذلك أن نعمل على إدخال بعض التعديلات على المقترح بما يعزز مضمونه ضمن سياق دمقرطة العلاقة بين جميع الفاعلين في المجال وضمان حقوق كل فئة على حدة، والتأكيد على الوضع الاعتباري للفنان المغربي المحترف والمهني مع ضمان حرية الممارسة الفنية كما يكفلها الدستور لجميع المواطنات والمواطنين، وتوفير هامش متوازن للمنتجين والمخرجين في توظيف غير المحترفين والمهنيين. كما أن الملاحظة الثالثة، فلقد تقدمنا أو أما بالنسبة للملاحظة الثالثة فقد تقدمنا بتعديل في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، وذلك بإعمال مقاربة النوع على المستوى الصياغة اللغوية بإضافة تاء التأنيث إلى كلمة فنان خاصة في عنوان المقترح، لكن هذا التعديل لم يلقى آذانا صاغية ولم يتلقى سوى ردود فعل كانت مخيبة لآمالنا وطموحنا، وتم التصويت بثلاثة مع هذا المقترح و11 ضد هذا المقترح، وهذا ما نعتبره دليلا على ممانعة ومحدودية تمثل الأغلبية لفلسفة وروح مقتضيات الفصل 19. إذن اعتبارا لما تقدم أيها السادة والسيدات، نؤكد رغم ذلك نؤكد تصويتنا لصالح هذا المقترح
الذي يعد مشروع قانون 2003 بنيته القاعدية والمادية، ولأنه جاء ليؤكد استمرارية التأسيس والتشريع لسياسة فنية وثقافية عقلانية تدعم صناعة فنية وطنية تكون في مستويات التحديات الكونية والحروب الحضارية والثقافية التي علينا أن نستعد لها جميعا لمواجهتها في مجال الفن بالكلمة الجميلة واللقطة المبدعة والعروض الفنية الراقية التي تؤهلنا لكي نكون في مستوى اللحظة الفنية التاريخية التي نحيا فيها. وشكرا على إنصاتكم. شكرا، كذلك الكلام طيب حتى هو السيدة الرئيسة، الكلام طيب توم مرغوب فيه. الفريق الأصل والمعاصرة، شكرا سيد الرئيس، رحمة بكم جميعا، لانه هذه هي من اخر الجلسات. غادي ناخذ الكلمه بواحد الصيغه مقتضبه، لانه كلكم كتعرفوا القدره ديالي على الارتجال بلغه الضاد محدوده جدا، فغادي نرحمكم. غادي نحيي اولا الحضور ديال الفنانه اللي معانا، واود كذلك ان احيي روح الفنان طيب صديقي وروح الفنان محمد البسطاوي ومحمد مجد وكثير من الممثلين والفنانين اللي غادرونا في هذه السنة. الزميل اللي كان غادي يدير المداخلة حاضر معنا ولكن لأسباب صحية قاهرة ما يمكنلوش يتكلم، الله يشافيه. فإذا ما كانش يمكن لنا نخليو الفرصة تمر بدون ما نقولوا باننا طبعا كان ولو اننا نعتبر انه اللي كيمكن يتقال الكثير في حق الفنانين المغاربه، وشنو ما قلنا ما غاديش نكفيو يعني ما غاديش نوصلوا الامتنان اللي عندنا لهاد الفنانه اللي كيرفهوا علينا في الاوقات الصعبه، واللي كاين التثقيف وكاين واسمعوني شويه الله يجازيكم بخير. سي عبد الله بوانو هذه مؤامره. لا سي عبد الله بوانو داير عليا مؤامره، ما بغاش يتصنت ليا. ايوا شويه ديال التحكم حتى هو. شي شويه ديال التحكم بواحد الصيغه غير مباشره. إذن شنو ما قلنا ما غاديش نوفيو حق الفنانة المغاربة، ولهذا فنحن نعتبر ولو أن هاد القانون وجميع القوانين اللي كيمكن لها ما غاديش تنصفهم بالصفة الكافية، كنعتبروا أنه هذا سميق في حق الفنان. كنعتبروا كذلك أنه كنتمناو أنه في حكومات قادمة ترتفع الميزانية ديال وزارة الثقافة حتى تمكن أنه هذاك الدعم المسرحي السي أمين الصبيحي تزيدوا فيه واحد شوية، والدعم للفنانة بصفة عامة حتى هو يرتفع. وشكرا لكم. شكرا السيدة النائبة المحترمة. الاتحاد الدستوري، الفريق الدستوري، الأخت بشرى بالرجال. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. أيها البرلمانيون والبرلمانيات الأعزاء، في الحقيقة بدورنا كحزب اتحاد دستوري، سيد الوزير محترم، بدورنا كحزب اتحاد دستوري نترحم على روح كل الفنانين الذين غادرونا إلى دار البقاء. أذكر على سبيل الحصر الطيب صديقي الذي رحل في غفلة منا، وأيضا السابقين منهم،
وأيضا هنا أشير إلى محمد برشيد. هذا محمد برشيد كان عازف على كل الآلات وعزفت عنه كل القطاعات، فتوفي منسيا في أزقة وطنه مع الأسف الشديد. على أين هكذا هم روادنا يتساقطون تباعا سيد وزير، يتساقطون تباعا كأوراق الشجر في غفلة منا وفي غفلة من الوطن. رجاء سيد وزير، رجاء من كل المسؤولين أن نستفيق وأن نفيق. فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص قانون الفنان، طبعا لا يختلف اثنان في كون هذا القانون، في كون الفن بصفة عامة هي مرآة عاكسة لحضارة الأمم، هي مرآة عاكسة لرقي المواطنين ولرقي الوطن. وطبعا كنا ننتظر هذا القانون على أحر من الجمر. نحن نشكر سيد الوزير، نشكركم، لقد تتبعنا في اللجنة عن كثب ولمسنا إرادتكم في التعاون معنا وفي تقبل بعض التعديلات وإرادة في التغيير. ولكن بالنسبة لنا سيد الوزير، صوتنا بالإيجاب على هذا القانون، صوتنا بالإيجاب، ولكن هذا لا يعني أننا في حزب الاتحاد الدستوري متفقون تمام الاتفاق على كل ما جاء في هذا القانون، لأننا نرى أن هذا القانون جاء يخاطب فئة معينة من الفنانين، ولم يأتي ليخاطب كل الفنانين، خصوصا بعد انتظارات المواطنين وبعد وعي المواطنين بأهمية الفن والفنان، وبعد تميز المغربي الذي نحظى به، تميز البشري والطبيعي. لنا ثروة بشرية ولنا ثروة طبيعية، ولكم أن تعودوا إلى وسائل الاتصال الرقمية لتروا كيف هي الطاقات، يعني طاقات المواطنين الشباب تحترق وتتفجر بكل الطرق وبكل السبل. هذا إن دل على شيء إنما يدل على الطاقات التي يتوفر عليها الشباب المغربي، بالنظر إلى الانتظار الطويل لهذا المشروع في حد ذاته، وبالنظر إلى تميزنا ما بعد دستور 2011 وتميزنا إبان الربيع العربي. كانت لنا آمال كبيرة وآمال عريضة، وكنا نريد أن تنصب التعديلات على الجذور. كنا نريد من قانون الفنان أن يذهب جذريا بوضعية الفنان ككل. لاحظنا أن هذا القانون هو تدبير لواقع فني مغربي، هو تدبير للمتاح وللمستطاع، ولكن لا يتوفر على عن قصد أو عن غير قصد. ليست هناك لا أقول نية، إنما إبداع جذري حقيقي. مثلا سيد الوزير، نحن بصفة عامة هذا القانون هو نجد أنه يطرق الباب فقط، يطرق باب التغيير. هو جد محتشم، أقول لانتظارات المواطنين ككل وللحيف الذي لقيه الفنانون على مدى عقود. سيد الوزير، حينما نعتبر مثلا أن الفنان، حينما نخضع الفنانين على كل الفنانين إلى قواعد، إلى أحكام قانون الشغل، في نظرنا سيد الوزير أننا نقيد حرية الإبداع ونقيد الفن، لأننا نرى أن الفن يجب أن يتحرر من كل قيود. لهذا أقول تم تدبير القطع الفني، تدبير وفق المتاح ووفق المستطاع. حينما سيد الوزير نسوي كما قال السيد البرلماني المحترم بين الفنان المغربي والفنان الأجنبي. سيد الوزير، في هذا الإطار هذا نعتبر أنه ضرب للسيادة الوطنية بين قوسين. نعتبر أننا لم نستوعب بعد أهمية الفن وأهمية الفنان بالرقي بالأوضاع، ليس فقط الثقافية والسياسة وإنما الحضارية للمجتمعات، وأهمية دور الفنان وخطورته على السيادة الوطنية المغربية. نحن نبحث عن روح المواطنة وروح الوطن ليتمتع بها التي تميز الفنان المغربي عن غيره. لا نروم من الفن فقط ربح تجاري أو ازدهار اقتصادي، إنما نريد خطة واستراتيجية واضحة، توجه وهدف معين، من أجل أن يصبك أن تنصب كل جهود الفنانين نحوه من أجل أن نرقى بالوطن. هذا بالنسبة لنا هو مساواة بين الفنان المغربي والفنان الأجنبي، حق حيف في حق الفنان المغربي. سيد الوزير، حينما نعتبر أن الجمع بين أجرتين، وقد أدليتم بدلوكم في هذا الإطار، حينما نعتبر أن الفنان
له أن يكون فنان مهني وله أرجى من وظيفة وله أن يتقاضى مقابل أعماله الفنية. الفنان أصلا هو الذي يستشعر هموم الوطن، وفي هذه الفترة العصيبة بالذات سيد الوزير ونحن نعاني من البطالة ونعاني من الأزمات الطبيعية وغيرها، وكيف يمكن أن نسمي فنانا فنانا وهو يأخذ وهو يجمع بين أجرة لوظيفة وبين مقابل مهما كان هذا الفنان؟ وأنتم تعلمون سيد الوزير أن هذا الميدان الفني إذا ما قال سيد البرلمان المحترم أن ميزانية وزارة الثقافة كبقرة حلوب، هناك من الفنانين ومن المتطفلين ومن المرتزقة من يعتبر وزارة الثقافة كبقرة حلوب وهم لا يمتون إلى الفن بصلة. كنا نريد سيد الوزير أن ترفعوا من قيمة الفنان المبدع، الفنان المبدع الذي يبدع فكرة، الفكرة هي التي تنقلنا من ضفة إلى أخرى. سيد الوزير نحن لم نتفق على التصنيفات، الفنان المهني بالنسبة لنا يجب أن يكون فنانا محترفا، ليس هناك فنان مهني، الفنان هو فنان ولكن لا يمكن أن نقارن بين الفنان المهني والفنان المحترف المتفرغ، لأن عملية الفن هي ولادة صعبة سيد الوزير، يجب تستغرق وتستنزف الإنسان ذهنيا وفكريا وماديا، يجب أن توفروا الظروف الملائمة لهذا الفنان من أجل العطاء أكثر بكل حرية وبكل. سيدة النائبة انتهت توقيت، انتهت توقيت سيدة النائبة. إلى عملية التصويت، أعرض عنوان مقترح القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون إجماع. أعرض ديباجة مقترح القانون للتصويت إجماع. أعرض المواد إجماع ياك. أعرض المواد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة إجماع. أعرض للتصويت مقترح القانون برمته للتصويت إجماع.